واتفورد تسنى كيفاش واتفورد وين انهزم امام برالي بهدف لصفر وانتهت المباراه بهدف لصفر. شاهدنا الشوط الاول وين كان صفر لصفر، وشاهدنا كيفاش الشوط الثاني في الدقيقه 73 جاي اللي سجل هدف لبرالي هدف الفوز، وين شنا كيفاش برالي وين الجوله الماضيه اللي تلقى هزيمه نكراء، شنا كيفاش اليوم يعود ويفوز امام واتفورد في الدور الانجليزي الممتاز الجوله 31 وين كانت مباراه شيقه خاصه الشوط الثاني وين شوفوا لمسات تاع المدربين. المدربين راهم يلعبوا دور كبير خاصه ما بين الشوطين، ونقول لك الشوط الاول تاع تاع لاعبين، الشوط الثاني تاع مدربين. شاهدنا كيفاش من جانب واتفورد وين شنا كيفاش كيكو، شنا كريستيان، شنا كرينغ ادم، شنا كيفاش عبد الله دوكاري، شنا كيفاش داني، شنا اندريا من جانب واتفورد، شاهدنا كيفاش اريك، شنا ماتي، شنا جياي، شنا جاك، شنا كيفاش اشلي جورج، شنا تشارلي، يعني جيمس ماثيو من جانب نايك بوب الحارس تاع برالي اللي انقذ المرمى تاعو من اهداف خاصه الشوط الاول. شاهدنا شيان من المدرب تاع برالي اللي دخل بخطه 4-1-4-1، شنا ناجيل بيرينسيون المدرب تاع واتفورد اللي دخل بخطه 4-4-2. يعني كانت مباراه تكتيكيه وين شاهدنا وين واتفورد وين رمى بكل ثقه لي من اجل تعديل النتيجه، لكن شاهدنا الدفاع وين متكون من جانب برالي، ماثيو، جيمس، بنيامين، شنا تشارل، شنا جورج، يعني اشلي، هذو كل لاعبين اللي عطاو اضافه كبيره للبرالي. من شنا التغييرات تاع المدرب، تغيير واحد تاع برالي وين دار تغيير واحد فقط، رغم ان كانت المباراه صعبه، وشاهدنا كيفاش واتفورد وين رمى بكل ثقه لي، لكن لاعبين وين امن في قدرات اللاعبين ودار تغيير واحد فقط، مهاجم بمدافع. يعني شوف كيفاش المدربين، دار مهاجم بمدافع، خرج مهاجم دخل مدافع من اجل تحسين الدفاع والحفاظ على النتيجه. هذه هي المباراه اللي كانت شيقه، مباراه اللي انتهت بهدف لصالح برالي امام واتفورد في الدور الانجليزي البريمير ليج الجوله 31، والعلامه كامله للحارس ناك بوب والمدرب شيان ديتيتش اللي عرف كيفاش بالخطه تاعو بالتكتيك دو جو تاعو عرف كيفاش يحافظ على هدف واحد اللي تسجل في الدقيقه 73 عن طريق جياي. هذه هي المباراه اللي انتهت بهدف لصفر لصالح برالي واتفورد صفر صحيح.